إذا نعود للاتصال مجددا، النقيب عادل الدرسي من مدينة البيضاء، أهلا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. نعم سيد عادل، يعني ما تعليقك على العملية التي جرت أمس في مدينة البيضاء لمحاولة اختطاف العقيد فرج البرعصي، وتم خطف 12 شخصا من أفراد القبيلة بينهم أخ العقيد فرج البرعصي؟ والله بالنسبة لنا يا أخوي نستنكر العمليات اللي أصبحت عمليات إرهابية، عمليات الدخول على المنازل باسم الجيش وباسم الكرامة. يا أخي نحن الكرامة، بداية الكرامة يعرفوا شندار فرج البرعصي وشندار عادل الدوسي في دخولنا البرغازي، لكن أن توصل بهذه الأمور إلى هذا الحد، الاعتداء على حرمات البيوت والاعتداء على 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 الرتب العسكرية من بلطجية، يا أخي هذا أمر معيب، وأمر لا يمثل الجيش ولا يمثل أهل الكرامة. الكرامة اللي قدمنا فيها الشهداء وقدمنا فيها جرحى، قدمنا فيها كل شيء، ليس من أجل أن يقوم هؤلاء الفدية بمثل هذه الأعمال الصبيانية. تحدث السيد الحجازي من قبل عن مثل هذه الأعمال، عن القتل الممنهج وعن الاغتيالات، وتحدث السيد فرج قعيم في مثل هذه الأمور، وللأسف لم يجد أي رادع لهم. يا أخي نحن قمنا بالكرامة ليس من أجل أن يحكمنا القصير والله صنديد، والله قمنا بالكرامة من أجل ليبيا ومن أجل أن تقوم دولة القانون ودولة المؤسسات وليس دولة البلطجة. من أمس القريب، بأول أمس يا أخي، السيد فدان يدخل على عبد السلام الحافي ويأمره أمر السيد اللي لا 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 ليس لديه أي صفة، يدخل على العميد عبد السلام الحافي في العمليات ويقول له بالحرف الواحد: عليك أن تسقط البراميل على العمارات. وعندما رفض العميد عبد السلام الحافي، فحاول صدام حفتر أن يضربه. نعم يا أخي، هذه أصبحت بلطجة، أصبحت جريمة ممنهجة، يحاولون السيطرة على البلاد باسم الجيش وهم أصلا ليسوا من الجيش. نعم. طيب النقيب عادل، يعني كان معنا قبل قليل السيد عبد السلام البرعصي من المنطقة العسكرية الجبل الأخضر، وتحدث عن أن الجيش بدأ يستهدف في أفراده، وأن هذا ليس ما خرجوا من أجله وانضموا للجيش، وأعلن انشقاقه خلال هذه النشرة. يعني هل بالفعل بدأت عملية الكرامة وما يسمى بالجيش يستهدف في القيادات العسكرية، ولماذا؟ وأيضا هل تتوقع مواقف مشابهة من العسكريين الآخرين؟ نعم بإذن الله تسمعون الأخبار التي إن شاء الله تبشر الناس، وبإذن الله اللي انتهكوا الحرمات ودخلوا على البيوت، والله لن يذهب هذا الأمر بالسهولة. ونذكرك يا أخي بالأمس يرفض هذا المسمى المشير، هذا الأسير المهزوم بالأمس يرفض تبديل شرطة الشهيد مؤمن الدرسي، يرفض تبديل الشرطة في بعض الاكل يدخل على بعض العائلات. نحن نرفض قتل العائلات، نرفض قتل الاطفال. الدواعش الان هربت، ونعرف من هرب من بنغازي، كل اهل ليبيا يعرفوا من هرب الدواعش من بنغازي، خرجوا من بني الصابري حتى وصلوا الى الهواري امام تحت الطائرات وتحت القوات الموجوده في بنغازي. لكن هذا الامر لن يمشي هكذا، وسوف يكون لنا موقف، وسوف يكون للعديد من الضباط مواقف اخرى. ومن هنا نعلن انشقاقنا عن هذه العمليه المسماه الكرامه التي اصبحت في يد خدام حفتر وفي يد خالد حفتر وفي يد خليفه حفتر. هذه ليست كرامه، هذه محاوله للسيطره على البلاد. نحن نرفض حكم العسكر، نرفض هذه الامور بدونه وتفصيلا. نعم، إذا النقيب عادل الدرسي، أنت أيضا تعلن انشقاقك على الهواء من عملية الكرامة. سؤال أخير، يعني لماذا يتم التضييق على مدينة البيضاء أكثر من مرة بالتحديد، وما هو موقف قبيلة البرعصة وأيضا سكان مدينة البيضاء الآخرين بعد هذه العملية والتهجم على منزل العقيد ومزرعة العقيد فرج البرعصي؟ والله إن شاء الله التهديد البيضاء من قديم، من أيام القداس، وأتانا هذا الرشد الآن يريد السيطرة علينا باسم الجيش وبقوة السلاح. ونحن نقول له: اسأل عن مدينة البيضاء واسأل عن شباب مدينة البيضاء. نعم. اسأل عن أول شهيد قدم نفسه من أجل الوطن ومن أجل ليبيا، وبإذن الله لن تمر الفكرة السادسة لثورة فبراير المجيدة إلا وقد لقن هذا المدعو المشير درس لن ينساه من أهل البيضاء
وأهل البيضاء الآن صف واحد، وقبيلة البراء والترسة وكل القبائل ترفض هذه الانتهاكات التي يقوم بها المدعو فدان خليفة حفتر والمدعو أحمد غرور الذي نعرفه جيدا ونعرف مكانه ونعرف أين يقيم. نعم، من الرد المناسب تسمعوه إن شاء الله عقبال إن شاء الله. شكرا لانضمامك معنا النقيب عادل الدرسي من مدينة البيضاء. شكرا لانضمامك معنا. إذن مشاهدينا الكرام، يعلن النقيب عادل الدرسي انشقاقه من عملية الكرامة، وخلال هذه النشرة أيضا أعلن السيد عبد السلام والعقيد عبد السلام البرعصي من المنطقة العسكرية الجبل الأخضر انشقاقه بعد ما جرى من عملية أمس ومحاولة اختطاف العقيد فرج البرعصي في مدينة البيضاء. وسوف نتابع هذه القضية وأيضا الأوضاع في مدينة البيضاء.